بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم باش نوري الأولاد كيفاش يعني ينجم يتستي إذا يكون تاع بالفيس باتيني يعني بسهولة تامة لبرا باش ما يقعدش يثبت يعني، ويعرف كيفاش يعمل حتى السلاسيون وحده، كيفاش يركب دايكوب وبينا من دايكو إلكترونيك مثلا، كان عنده دايكو إلكترونيك وباش ينحيه ويحط دايكوب بالفيس باتيني، يعني برشا في الباتيني ويحطوه في الجهة الزايدة هذه اللي هي البلوس، نسموها احنا بالفرنساوية البلوس ولا الزايد بالعربية، يعني نحطوا له حتى حاجة هيك باش نشدوه باش ما يتحركش. هذايا اللي هو الزايد، هذايا الزايد. نجيو هنا للخيط اللي هو نتاع اللي يمشي من البوبينة للتايكو، من البوبين هذا يمشي من البوبين للتايكو، نحطوه هنا ونركبوا له باش نحطوه في المرة. عملية سهلة مش صعيبة. هذه شو ولينا عندنا؟ ولينا عندنا خيط من البطري للبوبين وخيط من البوبين للديكو. الديكو طبعا من العادة يبدو فيه كوندنساتير، لازم ما يكون فيه كوندنساتير وتكون فيه فيس بلاتيني اللي هي هذه، من العادة لازم يكون هذا موجودين بالضبط. يكونوا ساعات أحيانا مربوطين في خيط بركة هنا مثلا في كولي في كؤس. احنا ايش عملنا؟ احنا مضم بعضهم باش نسهلوا العملية. جبنا حطينا هي اللي شنو العملية فيها، لازم يكون ثم في البوبينة هذه لازم يكون فيها كهرباء، يعني دخول كهرباء لها والخروج منها، هذه يعني يخرج مصفي، يدخل 12 فولت يخرج مصفي. هذه تو هنا كي نحط هذه باش نستعملوه للتايكو اللي هو في المكان هذا كما قلت لك. هذه كانهم زوز يبدو مربوطين مع بعضهم، كونسوتير وخيط هذا، زوز خيوط هذوما جايين واحد من الفيس بلاتيني واحد من كونسوتير، نحطوهم مع بعض. وطبعا هذا اللي جاي من البوبين هو اللي جايب لنا الكهرباء المفلترة اللي هي كهرباء خارجة من البوبين، نحطوه معاه، نحطوه معاه هك. شو ولا عندنا تو؟ ولا عندنا موجب يعني بلوس ومعاه داخل البوبين خارج منها خيط ماشي للديكو هنا. شو ولا نقصنا هنا؟ شو نقصنا تو هنا اللي هو الموا هذه السالب، هذه باش نحطوا هنا السالب اللي هو حطوه هنا في البطري. وش لازم نحطوه؟ وين لازم نحطوه؟ لازم نسالب للتيكو هذا باش يخدم. شفتوه كيف يخدم؟ هذا معناتها تو هو يقول لك كان مسكر، كان نحل الفيس بلاتيني تو ما تلقى فما كورون. شفتوه هنا؟ خاطر الفيس بلاتيني محلوله، كيبدا محلوله هو ما عادش يخدم. عاوتو نسكر الفيس بلاتيني، شوفوا كيش يعمل. سكر الفيس بلاتيني يقول لي فما كهرباء اللي هي جايه عن طريق البوبين. حطوه احنا هذايا ماس في اي مكان، حطوه ماس في اي مكان، ربطوه مع اي مكان مش مشكله، حطوه المهم هو ماس، حطوه اي مكان يجي، حطوه حتى هيك يعني حتى البروجوا يعني هيك. شو ولا عندنا؟ ولا عندنا كهرباء جايه من البوبينه وماس جاي من البطري اللي هو هذا موسم اسمه السالب جاي من البطري، حطينا هنا مع هذا يعني كانه خيط ماس، وعندنا كورون جاي من الكهرباء جاي من البوبينه من البطري داخل البوبينه، من البوبينه خارجه منها كهرباء ماشي للفيس بلاتيني اللي هو هذا ما عرفش بالعربي شو اسمه، يكون الساتير هذا المكثف، نربطوهم مع بعضهم ونجيبوا خيط اللي هو خيط بوبينه العادي اللي هو نتاع السياره من العادي هذايا، ونحطوه في البوبينه من فوق في مكانه كانه راكب في السياره. شو اللي عندنا هنا؟ هي شو تعمل العمليه هذه؟ تو هنا مثلا احنا هذه عندنا خيط ماس سي قريب، خليك قريب مش بعيد هكاك، اي خليك هكاك. شو اللي عندنا؟ ولا عندنا لازم الكهرباء تدخل للبوبينه وتخرج منها، شفتوها؟ شنو اللي عندنا؟ كان هنا السياره تخدم توريتها هنا حتى هي تقدح النار، شفتوها؟ شفتوها؟ هذا الديكو كيفاش يخدم؟ سهله العمليه ما فيهاش صعوبه، شفتوها؟ هذا كيش يخدم ديكو، هذا ديكو كيش يخدم سوى التالي ولا قدام، المهم البوبينه تخدم هي هكا، معناتها تو الكهرباء داخل البوبينه وخارجه من البوبينه ماشي الديكو، وعندنا جبنا احنا سالب من البطري وجبنا خيط موبين، هو فما موزع هنا وهي كونتاكت، نحسبوها هذيك سياره البطريه هذه عملناها نحسبوها سياره، وهذا نحسبوه راكب في المحرك. وطبعا قرب لواحد غاديكا شوفوه هكا كان الموتور يدور التكتكي،
والعمليه شنو تصير هي هذاك هذاك يركب فيها هذايا ناحي بعد هذاك يجي هذا هنا هذا هنا ويجي هذا هنا يصير علاش وعندنا هذايا الخيط هذايا هو اللي يجي هنا يجي هنا شدوا هنا هذا علاش حطوا فيه هنا هذا باش هو يولي يوزع الكهرباء على على البوجيات الكل هذه تو الخدمه هذه تو تخدم يعني شفتوه هذاك التنسيق اللي يخرج يدخل لهنا ومن هنا يتوزع عن طريق عن طريق القطعه هذه تبدا الكهرباء تضرب هنا وتخرج من هذوما تدور على كل على كل واحد كل واحده وحدها تدور في في الاماكن هذه اللي هم هذوما تدور على هذوما شفتوهم تخرج من الكهرباء تخرج من هنا وتدور على هذوما الاربعه على الاربعه تعمل ان 3 4 2 هاكي العمليه تصير الكهرباء كما شفتوها هنا تعمل تنسيل تجي تدخل هنا ويقبلها هذايا اللي هو تاع الديكو يقبلها هذايا اللي هو لك هذايا هو اللي يقبلها ويوزعها على اربع شمعات هذيك العمليه كيف تصير مش حاجه صعيبه كبيره فهمتني هذيك العمليه كيف تصير عمليه يعني يدخل تدخل الكهرباء من البوبينه للديكو وتتوزع على الاربعه يولي هذا الموزع تسمى ديكو بالنسبه لي موزع ان شاء الله تعجبكم الحلقه الثانيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.